شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح بشأن معدات المصنع وما يتم إنتاجه في مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات. أوضح مدبولي أن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات، ومنها موضوع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف إن مركز التصنيع الرقمي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات، موضحا أنه تم الإنتاج التجريبي للطلمبات والتي تستخدم في المشروعات القومية، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.